الرجل إذا توضأ في بيته فأصبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخطوه إلا الصلاة، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا من فضل الله عز وجل أن تكون وسائل العمل فيها هذا الأجر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.